حياكم الله مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نسلط الضوء خلالها على وباء حمى الضنك في محافظه شبوه وتفاقم الوضع الصحي في المحافظه. لا تملك من الانسانيه غير اسمها، انها اوضاع اليمنيين الصحيه والمعيشيه المتفاقمه. في محافظة شبوة تتفشى الأمراض والأوبئة بشكل مرعب، فترتفع قوائم الضحايا من المدنيين في ظل غياب الدعم الرسمي ومنظمات الإغاثة. تقول مصادر طبية في بيحان أن حالات الإصابة بحمى الضنك ارتفعت إلى 980 حالة، فيما توفيت 10 حالات على الأقل حتى اليوم، في حين يهدد الفيروس المئات من الأهالي في ظل الحصار الحوثي على المدينة. الحديث عن تردي الوضع الإنساني في محافظة شبوة ليس بالأمر الجديد، لكن هذا التردي بلغ حدا لم يعد الصمت معه ممكنا. يحاول الأطباء إنقاذ المرضى بشتى السبل فيما يفتقرون لأبسط الإمكانيات واللوازم الطبية. مؤخرا قالت مصادر محلية أن السلطات في المحافظة شكلت لجانا لتقصي الوضع الصحي والعمل على مكافحة الوباء. تأتي هذه الخطوة بعد توجيه رئيس الحكومة وزير الصحة بدعم مستشفيات بيحان وعسيلان بالإمكانيات الكفيلة بمعالجة المصابين. نتوقف عند هذه المستجدات الطارئة لنناقشها في محورين: ما حقيقة الوضع الصحي والإنساني في شبوة، وما سر غياب المنظمات الإغاثية والهيئات الإنسانية عن الحضور في مديريات ومناطق المحافظة، وأين دور السلطات من تفشي الأوبئة والأمراض وارتفاع القوائم الضحايا. هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها الليلة في حلقتنا من زوايا الحدث، ولكن بعد متابعة هذا التقرير تكرموا بالبقاء معنا. لا يتوقف شبح حمى الضنك عن فتك المدنيين في شبوة. يقول الأطباء إن الوباء متفش في المحافظة، وإن توفر العوامل المساعدة كفيل بانتشاره وتزايد ضحاياه. يحاول الأطباء جاهدين إنقاذ المصابين بحمى الضنك الذي أصبح داء مستفحلا في بيحان جراء الحصار الحوثي المفروض على المدينة. دب الهلع والخوف لدى عشرات الأسر جراء تفشي الوباء، إذ وصل معدل الوفية فيها إلى 10 حالات بحسب مصادر في السلطة المحلية، فيما بلغت حالات الإصابة نحو 980 حالة. أعداد الوفيات والمصابين غير ثابتة وقابلة للارتفاع، بينما تطالب المؤسسات الطبية بدعم المستشفيات والمراكز الصحية سواء بتوفير العلاج أو القضاء على العوامل المسببة. حالات متعددة تكتظ بها أقسام المستشفيات استطاعت الوصول بحثا عن العلاج، فيما بعض الحالات لم تستطع الوصول بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة وشح الإمكانيات. حتى سيارات الرش لم تعد حاضرة في مكافحة الوباء بسبب غياب السلطات المحلية، فمنذ دخول الحوثيين إلى شبوة تغيرت معالم المدينة وسط انقطاع الكهرباء وانتشار المخلفات وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. غياب المنظمات الدولية الإغاثية والدعم الرسمي أدى إلى إغلاق بعض المراكز الطبية لغرف العناية المركزة جراء انقطاع المشتقات النفطية وعدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة والمختبرات المجهزة لإجراء الفحوصات. إدارة مستشفى بيحان العام أطلقت نداء استغاثة لجميع المسؤولين ومنظمات المجتمع الدولي والمحلي ومنظمة الصحة العالمية لإنقاذ المدنيين من حمى الضنك، كما وجه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير الصحة بسرعة تشكيل فرق صحية مهمتها محاصرة حمى الضنك بتجهيز مستشفيات مديرية بيحان وعسيلان بالمعدات الضرورية في أسرع وقت. لكن هذه التوجيهات لم تنفذ حتى الآن، ولا تبدو وزارة الصحة عابئة بما يتعرض له المدنيون الغارقون في مستنقع المرض والأوبئة، وتبدو شبوة كغيرها من المحافظات مقبلة على كارثة بيئية وصحية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع مدير عام مكتب الصحة في محافظة شبوة بمديرية بيحان علي دويحان. سيد علي مساء الخير. يا مساء النور. اهلا ومرحبا بك استاذ علي. بدايه اذا وضعتنا في حقيقه الوضع الصحي في مديريه بيحان، هناك انباء تواردت عن حدوث كارثه صحيه، حمى الضنك تجتاح الكثير، هناك ما يقارب 12 من الذين قد ماتوا بسبب هذا الوباء. حقيقه نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشكر باسمي وباسم ابنائي واخواني في مديريه بيحان، اتقدم بالشكر والتقدير لقناة تلقيس على الاستماع لأخوانهم من ما يعانون في هذه المديرية. هذه المديرية تعاني من حصار خانق ووباء فتاك يحصد شبابها تلو الآخر، حيث بلغت الآن إحصائيات عند مكتب الصحة 12 حالة وفاة من الأطفال
نعم. وبلغت عدد حالات الوافدة 1900 حالة. نعم. وعدد حالات النزفية وصلت إلى هذه الساعة 32 حالة. نعم. وباسمي وباسم أبنائي وأخواني في بيحان أناشد الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي وزير الصحة التدخل العاجل لأبناء بيحان. نعم. بحيث أن هذا الوباء فتاك يقتل أبنائها. نعم. نعم أستاذ علي كيف نعم أستاذ علي كيف تتعاملون مع العدد الكبير من حالات المرضى المصابين الذين تتوافد إليكم في المديرية كما ذكرت الآن أكثر من 1200 حالة تصلكم إلى مركز المديرية مع شحة الإمكانات مع افتقاركم للمستلزمات والأدوات والأدوية اللازمة لمكافحة هذا الوباء؟ يا عزيزي المستشفى مكتظ بالأمراض، عملنا فريق يعني متنقل بحيث ان المرضى المصابين في البيوت الناس لهم الادويه والالبان نقوم بعلاجاتهم بالمنازل. نعم. المستشفى ما عاد اتسع لاستقبال الحالات. نعم. الامكانيات التي تملكونها استاذ علي في المديريه وفي المراكز الصحيه عندكم ما هي من اجل مكافحه على الاقل او التخفيف من هذه الامراض المنتشره في المحافظه؟ اقول لك الى حد الان هذه الامكانيات على الجهود الذاتية وأهل الخير الداعمين أهل الخير. نعم. أما بالنسبة للسلطة إلى الآن ولا بعد توصل أي دعم ولا حتى إن شاء الله مبيدات حشرية ولا خطة ولا تنفيذ. تواصلتم هل كان لكم تواصل مع مدير مكتب الصحة في المحافظة مع المحافظ مع وزارة الصحة أم لا؟ تواصلنا مع الأخ مدير مكتب الصحة وقال عاد خطة والخطة عاد بات بيبلغنا بها أنه بيرفع الوزارة والوزارة يعني لا ما تأتيك الوزارة ما تعتمد المبلغ ولا ما وبدل نعم. يحصل كل يوم 2-3 من أبناء المديرية. نعم مدير عام الصحة الدكتور ناصر المرزوقي أستاذ علي. نعم. نعم إذن هو معنا نعم. الآن هو معنا الآن على الخط مدير عام مكتب الصحة في محافظة شبوة الدكتور ناصر المرزوقي. دكتور ناصر مساء الخير. أهلا ومرحبا بك دكتور. كنا نتكلم قبل قليل مع الأستاذ علي دويحان مدير عام مكتب الصحة في بيحان، تواصل معكم قلتم بأنكم تعدون خطة لتفادي هذا المرض المنتشر في بيحان وبعض مديريات محافظة شبوة. إلى متى سينتظر الناس كل يوم يموتون؟ الناس كل يوم يصابون، أعداد الضحايا يرتفع، حالات الوفاة تزداد، إلى متى يعني تنتظرون حتى يعني الوباء ينتشر بشكل أوسع ويموت الناس بشكل أكثر؟ طيب أخي العزيز، في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأتقدم لكم بالشكر الجزيل وعلى قناتكم هذه وعلى الأخوة الإعلاميين الذي يحملون هذه المهنة التي هي فعلا التمسنا من الأخوة الإعلاميين الإيجابيين على إيصال رسالة القطاع الصحي إلى الجهات المعنية. نعم. في البداية أخي العزيز أحب أن أوجه كلمة شكر خاصة لإدارة مستشفى بيحان وإدارة مكتب الصحة والسكان في مديرية بيحان وإلى الأخوة الذين عملوا بصمت وعملوا بجهد كبير جدا تجاه هذا الوباء وعملوا بتكاتف إلى أن عملوا ما استطاعوا أن يقدموه حتى وصلوا الأمر إلى ما وصل إليه. نعم. أخي العزيز الوباء هذا ليس بجديد على محافظة شبوة وإنما السنوات الماضية أصيبت بها محافظة شبوة مديرات كثيرة، لكن من الذي نقدر نقف عندها نقطة أساسية هي أن الوباء أتى إلى مديرية مرت بحصار أكثر من 3 شهور. نعم. وهي تحت وطأة حرب وقصف عسكري. نعم. أدى إلى عدم وصول الأساسيات من الاحتياجات للبنية التحتية، انقطاع التيار الكهربائي، عدم وصول المواد الأساسية والضرورية، عدم وصول الأدوية الأساسية على العموم. نعم. كل هذا الحصار أثر سلبا على القطاع الصحي بالمديرية. نعم. الذي بدوره أثر تيار انقطاع التيار الكهربائي على حفظ اللقاحات، حفظ الأمصان، حفظ أدوية الأمراض المزمنة في المستشفى. نعم. علاجت أدوية أمراض الكلى، انعدام شبه انعدام للمحاليل
الكلوية. نعم. على العموم موضوعنا ليس هذا. نعم دكتور، إذا إجراءاتكم التي قمتم بها كحلول. نعم دكتور، أعطني أعطيك فكرة شوية على الموضوع يا أخي. نعم تفضل دكتور. لأن الموضوع الآن نأخذها ليس فقط بمكالمة على أساس أنكم وصلتوا لي مكالمة وإني كلمتكم. لا لا لا، نحن نأخذ بأيديكم ونساعدكم دكتور من أجل أن نصل إلى حل نساهم بإيجاد حل. نعم. أخي بيحان ليس بيحان الذي كانت بيحان اليوم، يتصل إلى مرحلة استثنائية، يموت أهلها في الوضع اليوم الذي نحن نعيشه في محافظة شبوة. لا توجد أي إمكانيات متاحة لدى مكتب الصحة والسكان أن يقدر يحرك شيء. 15 شهر بدون نفقات تشغيلية ولا شيء. نعم. العموم الذي يفترض أن يكون الآن في ديحان مثل الذي عملت لكم في التصريح الذي دعتوه. نعم. منطقة أو مدينة ديحان منكوبة صحيا، فعلا هذا عقد، لأن عدد حالات الوفاة مقارنة بعدد حالات الإصابة مؤشر صحي خطير جدا إذا لم تتدخل. نعم. الدخل العاجل. نعم. من دكتور ناصر. الإنسانية. نعم. والتحالف على. نعم. أقامة فرق طبية متنقلة وأقامة على مكافحة هذه الوباء، فالمحافظة سوف تدخل المدينة سوف تدخل بدور وضع صحي. نعم. أكبر، ومديرات المجاورة والمحافظة بشكل عام. نعم دكتور ناصر، الرئيس الوزراء وجه وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإمدادكم بالأمصال والمستلزمات الطبية التي تحد من انتشار هذا المرض. ما الذي وصلكم حتى اللحظة، وما هو مقدار التواصل بينكم وبين وزارة الصحة؟ نعم أخي عزيز، الدكتور وزير الصحة دكتور ناصر بحسن باعوم، أنا صراحة متقدم له بتحية وشكر جزيل، خاصة على تواصله المستمر مع المكتب، مع غرفة عملية المكتب، باتصال دائم على كيف الوضع في ديحان، ويأخذ التقرير ويأخذ الأحصائيات باستمرار، ويحاول ويسعى جاهدا على توفير أي شيء، لكن إلى حد اليوم هذا لم يأتينا ولم يصلنا. إذا ما الجدوى من المتابعة دكتور ناصر؟ ما الجدوى من المتابعة من وزير الصحة إذا لم يمدكم بصورة عاجلة بالأمصال والمستلزمات الطبية التي توقف هذا الوباء الذي ينتشر بشكل متسارع؟ طبعا هذا لازم يكون يعملوا ساعين ومع رئيس الوزراء مع مركز سلمان الإقادة أن يعملوا جاهدين في أسرع وقت إذا جاء هذا الشيء، بعد ما تروح الناس بعد وفيات الناس، يعني لا جدوى منه، لكن نحن ندعوهم. نعم. منبركم هذا الإعلامي على الأسراع في ذلك، ما لم فإن ذلك يأتي كارثة، والكارثة الأكبر لما يأتي شيء ما له حاجة بعد ما يحصل الناس حس أرواحها. نعم دكتور ناصر، هل لديكم يعني أدنى الاحتياجات التي تحاولون يعني ولو كانت بسيطة وقليلة يعني الحد من هذا الوباء، إيصال أي معونات للمصابين في مديرية بيحان وبعض المناطق التي بدأ الوباء ينتشر فيها أم لا؟ أخي العزيز، نحن عندما وصلنا البلاغ على أن بيحان أنت هناك الأمراض، رفعنا مباشرة بالخطط التي يفترض أن تمول. لأن نعم. مكتب الصحة مثل ما كلمتك لا يوجد لدينا أي تمويل، السلطة المحلية لم تستجيب لنا في محافظة شبوة بحقيقة وصراحة نتحدث بها. نعم. عندما حولنا على منظمات الدبليو اتش منظمة الصحة العالمية، رفعناها لوزارة الصحة العامة، رفعناها لكل الجهات الرسمية، وهناك مثبتة الخطط اللي وجدت ولم تلبى هذا النداء. إنما بعدين عملنا على توفير بعض الأدوية وبعض المحاليل وبعض السوائل الوريدية وبعض المنشورات طباعتها التي تعمل على توعية الناس، وأرسلنا من عندنا الأخوة اللي عندهم خبرة في تدريب العاملين الصحيين على أساس تنفيذ خطة 40 عامل وعاملة صحية. نعم. من منزل لمنزل للبحث عن مصادر البعوض في هذه البعوض وتجديد وتخلص منها وتجديدها وتقريب الناس حول الوقاية. نعم. من مرض حمى أضنانك. هناك. نعم. مش أي إمكانيات. نعم دكتور ناصر تكرم بالبقاء معنا، أعود إلى بيحان مع مدير مكتب الصحة. أستاذ علي، إذن أنتم الآن أمام هذا الوباء وأمام هذا الكارثة، هل هناك أي معونات وصلتكم حتى من قبل منظمات إغاثية، من فاعلي خير، من رجال أعمال، من متطوعين إلى مديرية بيحان أم لا؟ والله من يعني من فاعلي خير ومن دبليو بي أو المنظمة من مكتب عدن محلول مكافحة البعوض. نعم. ومن الأخ الدكتور ناصر بالمحافظة شكره والتقدير له، لأنه قدم لأبناء بيحان جزء من اللي يستطيع من سوائل وأربع أو خمس مضخات. نعم. ومن مجلة أهلي بالمكتب مدينة عتك أرسلنا برضه أربع مضخات، قدم. نعم. بالشكر والتقدير لهم لأخواننا، ولكن للأسف المضخات موجودة والمحلول موجود، لكن هذا بحاجة إلى
وجود هذا بعاجي الى غازي هذا ما نقدر احنا ننفذ خطه الا بامكانيات. نعم استاذ علي، الان مديريه بيحان هل باتت محرره تماما من ميليشيا الحوثي ام لا زالت هناك بعض يعني الحصار الذي يفرض على المديريه من قبل الميليشيا؟ والله لا زال موجودين. نعم اها اذا نعم. استاذ علي اختم معك بسؤال اخير، اذا كان لديك مثلا مناشده او دعوه سواء للمحافظ في شبوه، للحكومه، لوزير الصحه، للمنظمات الاغاثيه، نختم بها منك، تفضل. والله من خلال قناتكم اناشد كل الاخوه والمنظمات الدوليه الداعمه لهذا الوباء ان يتدخلوا تدخلا عاجلا. نعم. لانقاذ ابناء بيحان من هذا الوباء. نعم. حقيقه احنا نعاني من مأساة شديده جدا في ظل شحه الامكانيات، لا نعم. موازنه لا يمكن 8 شهور بدون موازنه بس بجهود ذاتيه وباهل الخير. نعم. استاذ علي معلش يعني كنت يعني اودعك لكن تبادر الى ذهني سؤال، هل سلطه الامر الواقع الميليشيا التي يعني متحكمه بمديريه بيحان تقدم اي شيء للمواطنين في هذه المديريه ام هناك لا مبالاه؟ والله بالنسبه للاخ كان مدير المستشفى قدم لهم طلب في وجود مونوا يمكن 3 برميل او 4 برميل لان حق المستشفى كان يدفع. نعم. يعني لا توجد اي جهود، اذا لا توجد اي جهود من قبل الميليشيا التي تسببت بهذه الكارثه وسبب الحصار الذي فرضته على بيحان. اشكرك جزيل الشكر مدير عام مكتب الصحه في مديريه بيحان علي دويحان. اعود الى مدير عام مكتب الصحه بالمحافظه الدكتور ناصر المرزقي. دكتور ناصر، اذا امام هذه الكارثه وامام هذه الميليشيا التي تفرض يعني سلطتها على مديريه بيحان ويعني عدم وجود لديكم امكانيات يعني تقدموها للمواطنين، ما هو الحل للمواطن الذي الان يعني يموتون يعانون الارقام تتزايد، هل من خطه ممكن تحد من هذا الوباء، ممكن تخفف من هذه المعاناه؟ نعم اخي العزيز، سبق وانا اخبرتك عن اننا وضعنا خططنا السابقه وعملناها ورقيا ووجهناها لكل المانحين، لكن لم تكن هناك اي استجابه من الاخوه المانحين. وعلى هذا فكلامك منطقي ان الاخوه يحصد ارواحهم الان المرض، وهناك ليس الا المرض الان، لو افترضنا انه تكافح الوباء اللي موجود الان، الوباء يريد ان يتضاعف الجهود، ليس بجهود وباء في منطقه امنه. نعم. وباء في منطقه ملتهبه، وباء في منطقه تنازعين، ليش حصل هذا الوباء هذه المشكله؟ لان هناك في اشخاص نزحت اسر من منازلها تقدر بعشرات. نعم. الاشخاص من الاسره الواحده يذهبوا الى 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 جيران وسكنوا 10 فوق 10 يصل الى عدد كبير جدا من الاشخاص في المنزل، ما ادى الى اقتحام المنزل، ما ادى الى سوء استخدام حفظ خزن المياه الذي توالد فيه البعوض و من نعم دكتور، من هو السبب دكتور ناصر إذا تكرمت، من السبب وراء أنه نزوح الناس، خروجهم من منازلهم، يعني نزوحهم إلى أماكن غير صالحة للحياة وأدت إلى هذه الكارثة الوبائية والمرضية في مديرية بيحان؟ أنا أخي العزيز أحدثك على 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 وضع صحي، أرجو أن يصل إلى إذهان الكل. نعم. اللي يريد ان يصل الرساله، انا اصل ان بيحان ليس فقط على انهم يحكموا عليها انه وباء صار مديريه وسوف يخلص منها، ليس كذلك. نعم. الامر متطور وهناك اشياء مضاعفاته وهناك خطوره وهناك عواقب وخيمه جدا للمشكله الصحيه اللي اليوم في مديريه بيحان. نعم. وما يجاورها. نعم. الوضع متأزم اكبر مما يتوقعه اي شخص. نعم. دكتور ناصر، هل عاجل. انا عملت نعم. تقرير نعم. عملت تقرير على ان التدخل عاجل من المنظمات الاغاثيه، المنظمات هناك عندي حصد ارواح من امراض الاطفال، سوء التغذيه السام. نعم. يعني هناك لو الان خرجنا من هذه المشكله ندخل بالمشكله الاخرى اللي حاجه الى فروق طبيه متمدله. نعم. من مرصد صحي الى مرصد صحي، لا معرفه الامراض الاطفال، سوء التغذيه اللي سوف تكون مضاعفات هذا الشيء وتحصد ارواح البشر. اما ان هناك اسباب السبب الاساسي لهروب الناس هو وطأة الحرب والرصاص وعزيز الرصاص وقصف المدفعيات والمشكله الحربيه اللي موجوده داخل بيحان. نعم. دكتور ناصر، هل المرض لا زال الان في اطار مديريه بيحان ام هو منتشر في مديريات اخرى ومناطق اخرى في المحافظه؟ لا طبعا، رساله توجهت وعرضت في كل وسائل الاعلام على ان نداء الاستغاثه اللي عملناه على مديريه عسيلان وهي المجاوره
مديريه بيحان. معظم مرضى بيحان يمكن يكونوا من مديريه عسيلان اللي هي مناطق مجاوره لمديريه بيحان، من مناطق عسيلان وهي تذهب للعلاج في منطقه العليا في مستشفى الدفاعه. مع ذلك ان هناك في مديريه رضوم التي كان فيها اثار في شباله، اليوم العالي اثار في شباله من الاثر النازحه من اصابه حمى الضنك الان في مديريه رضوم. مع ذلك ان هناك اليوم بلاغ وصلنا من اول امس بلاغ وصلنا قبل يومين من مديريه نصاب، هناك حالات نزفيه خطيره حولت الى محافظات الجاوره للعلاج. اليوم وصلنا البلاغ من مديريه مرخى السبله بعد من الاصابات مديريه حطيب اكثر من حرم زنان مديريات. اليوم التقيت في غرفه عمليه الطوارئ اكثر من بلاغ من هذه المديريات، والداخل المحافظه في كارثه صحية لا يحمد الله. نعم. نعم دكتور ناصر، هذه الجهود التي تقوم بها أنت الآن في مكتب يعني مكتب الصحة بالمحافظة، إذا دور المحافظ والمحافظة وبقية يعني السلطة المحلية هل لهم دور ملموس؟ هل بيسعوا من أجل التخفيف على أبناء المحافظة أم يقتصر على مكتب الصحة وفقط؟ أخي العزيز نحن هنا موجود في محافظة شبوة، فجوة كبيرة جدا، فجوة بين القطاع الصحي والسلطة المحلية. نحن هناك نحاول نلتقي بالسلطة المحلية على أساس نشرح وضعنا لهم، لم نحصل على الفرصة نلتقي بهم. فهناك ليس موجود المحافظ، محافظ الله يعطيه العافية ويشفيه الشفاء العاجل، فيتعالج في وكلاء المحافظة مدير عام المحافظ هنا والأخوة الوكلاء، لكن صلاحيات محافظة المحافظ لم نستطع أن نصل إليه. يعني هناك قطيعة بينكم وبين السلطة المحلية أو قيادة السلطة المحلية؟ قطيعة بل فجوة. فجوة. يعني أشكرك جزيل الشكر دكتور ناصر. أنا سأنقل بعض ما تساؤلاتك وبعد ما طرحته لمدير عام مكتب محافظة المحافظة الأستاذ محسن الحاج. أستاذ محسن مساء الخير. يا حنان مساء النور. مساء النور أستاذ محسن. إذن كما سمعت من مدير عام مكتب الصحة هناك فجوة كبيرة بينكم وبين مكتب الصحة وبينكم وبين المكاتب الأخرى، ونحن الآن في محافظة شبوة أمام كارثة إنسانية، وباء يجتاح العشرات من المدنيين يموتون، المئات مصابون بالأمراض. أين أنتم في قيادة المحافظة من كل هذا في المحافظة؟ نحييكم ونحيي المشاهدين. هي ليست فجوة بالصورة الذي ينقلها الدكتور ناصر. نعم. بقدر ما هي قلة إمكانيات لدى السلطة المحلية. نعم. الوثاق والحضور هو موجود بين كل السلطات المحلية والمكتب الصحة. نعم. ما هو موجود هو قلة الإمكانيات لدى السلطة المحلية. وهنا يبرز دوركم أستاذ محسن، وهنا يبرز دوركم ودور المحافظ خاصة بعد توجيهات رئيس الوزراء ولوزير الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لأبناء محافظة شبوة الذين يموتون من هذا الوباء. ما الذي عملتموه معهم؟ طبعا القائم بأعمال محافظ المحافظة وبعض الأخوة الوكلاء نعم. قاموا بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة، مع وزارة الصحة، قاموا بالتواصل مع بعض المحافظات وعلى وجه الخصوص مع محافظ حضرموت لتقديم الدعم، والتواصل مع الجهات المانحة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها والصندوق الكويتي. وقد سبق أن وعدوا ببعض المعونات، وقد وصلت تقريبا بعض المعونات من هذه الجهات. نعم. فالسلطة المحلية بادلة جهدها بقدر ما تستطيع أن تعمل. طبعا السلطة المحلية ليست لديها إمكانيات. نعم. وقد قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا في هذا الموضوع، إن شبوة خارج إطار معادلة الدولة ودول التحالف. لماذا خارج إطار؟ أي إمكانيات. نعم. في كل مجالات الحياة. نعم. لماذا أستاذ محسن ومحافظة شبوة من أكثر المحافظات إيرادا، فيها المشتقات النفطية، فيها الإيرادات التي يعني تدعم الدولة، لماذا إذن شبوة وعلامة استفهام على محافظة شبوة تعاني كل هذا المعاناة دون أي التفاتة من قبل الحكومة بوجهة نظري؟ هو هذا اللغز الذي لم نجد له حل. شبوة كانت ترفد الاقتصاد الوطني ب ب ب ب ب من ثرواتها من النفط والغاز وغيرها، لكن للاسف ان شبوة اليوم لم يشفع لها ما قدمته في الماضي للاقتصاد الوطني وللبلد بشكل عام. نعم. لم يشفع لها امام السلطه الشرعيه ولا حتى
نعم. جزء من هذا الذي قدمته. نعم. دول التحالف نحن نتخاطب معهم، لكن لحد الان لم نجد تجاوب لا من السلطه الشرعيه ولا من دول التحالف. نعم. استاذ محسن، بخصوص ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع التي تفرض ولا زالت تسيطر على مديريه بيحان وعسيلان، هل من دور لهم في هذه المديريات ام هناك ايضا تفرض حصارا على هذه المديريات التي لا زالت تسيطر عليها؟ يا عزيزي، الميليشيات على مر التاريخ لم تحل محل الدولة ولم تعمل شيء الميليشيات تدمر أكثر من ما تعمل. نعم. الميليشيات لا تبحث عن ما يخدم الناس، تبحث عن ما يضر الآخرين والشعب فقط. الميليشيات لن تستطيع أن تعمل ولا تكلف نفسها أصلا أن تعمل شيء في هذا الجانب. نعم. إذن أستاذ محسن، في سؤالنا الأخير وختام هذه الحلقة، ما الذي تقوله لرئيس الجمهورية، لرئيس الحكومة، لوزير الصحة، للتحالف، للمنظمات الإغاثية الصحية المعنية بحقوق الإنسان أمام هذا الوباء الذي يجتاح المئات والعشرات في محافظة شبوة دون وجود أدنى الخدمات والمستلزمات الطبية التي تحد من هذه المعاناة؟ نناشد كل هذه الجهات، نناشد فيهم إنسانيتهم، أن يلتفتوا إلى هذه المحافظة في كل مجالات الحياة، وعلى وجه الخصوص في مجال الصحة، حيث اليوم يموت العشرات من الناس بسبب حمى الضنك التي لا تستطيع المحافظة أن تقدم لهم شيء بسبب عدم الإمكانيات. نوجه النداء والمناشدة أن يقوموا بتقديم العون لهذه المحافظة، حتى ولو من باب الإنسانية، إن لم يقدموها من باب الوفاء. نعم، شكرا جزيلا لك مدير مكتب المحافظة في محافظة شبوة الأستاذ محسن الحاج. الشكر أيضا لمدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور ناصر المرزقي، وكذلك الشكر لمدير مكتب الصحة في مديرية بيحان الأستاذ علي دويحان، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد القاسم، كما هي لكم مني، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.